إننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الحرب غير المشروع التي انتهكت القانون الإنساني الدولي وجرى فيها ارتكاب جرائم حرب من قبل التحالف الدولي بقيادة السعودية والإمارات، ندين ونرفض مشاركة الحكومة البحرينية في هذه الحرب التي ارتكبت فيها مجازر بشعة حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب. إن ما يحدث اليوم في اليمن من جرائم إنسانية هي تحدث بتغطية أمريكية، وأبرز دليل على ذلك هو إعلان وزير الخارجية السعودية لبدء الحرب من واشنطن، بما يدلل على الأرضية التي توفرها الإدارة الأمريكية للضالعين في الحرب على اليمن، كما أن غالبية الدول الضالعة في هذه الحرب هي دول ديكتاتورية لا تراعي الحقوق الدولية للمواطنين، كما هو الحال مع السعودية التي تعادي مبدأ المشاركة الشعبية في الانتخابات ولا تقيم وزنا للمؤسسات الدستورية. ولست أدري بأي وجه ستتحدث السعودية وغيرها عن الديمقراطيات والحرية وصور أجساد الأطفال والنساء اليمنيين المقطعة أشلاء بسبب القنابل العنقودية، ستبقى وصمة عار في جبين كل من شارك ودعم هذه الجرائم. يعني في الحقيقة ماذا يمكن أن نقول ونحن نستمع لتقارير المؤسسات الحقوقية اليمنية التي تتحدث عن آلاف الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى وتدمير البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية، وهو ما يشمل المدارس والمستشفيات والمساجد، بالإضافة للحصار البري والبحري والجوي. عند تحليل هذا التعداد الرقمي الهائل للانتهاكات البشعة سنجد بأننا نقف أمام جريمة العصر في اليمن، وهي جريمة مكتملة الأركان طالت الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والثقافية. حتى وسائل الإعلام المناصرة لجرائم التحالف تورطت بنشر خطابات الكراهية ضد الشعب اليمني.